أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك أولا. في المجمل يرد مرض السرطان إلى عوامل وراثية وبيئية، بيد أن ثمة عوامل أخرى تترتب على أساليب حياتنا اليومية مثل التغذية غير السليمة وقلة الحركة البدنية والتدخين. ومن المؤكد أن باستطاعة المرء التحكم بهذا الجانب، وفي حلقة اليوم نقدم لكم نصائح في مجال التغذية الصحية التي تسهم في الوقاية من السرطان. الدهون ضرورية لصحة أجسامنا، ولكن علينا أن نتذكر بأن الدهون المشبعة مثل الزبدة والسمنة قد تفاقم خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، ناهيك عن أمراض القلب وغيرها. لذا يحبذ تجنب الأطعمة الدهنية وتناول اللحوم الخالية من الدهون، مثل ما ينصح بتجنب إضافة السمنة أثناء الطهي، وبالمثل يحبذ دائما اختيار الحليب منزوع الدسم. قد تسهم الأطعمة الغنية بالألياف في حمايتنا من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ومن أمثلة تلك الأطعمة الحبوب الكاملة مثل خبز القمح الكاملة والأرز الأسمر والتفاح والسبانخ والبازيلا. وكما أن تناول الحبوب الكاملة يمكن أن يحمي من الإصابة بسرطان البنكرياس وسرطان الثدي. تستند استراتيجية الوقاية من السرطان إلى ركائز عدة تتمثل في اتباع حمية غذائية متوازنة وصحية وممارسة التمارين البدنية، بالإضافة لتجنب التوتر قدر المستطاع، وأيضاً الامتناع عن التدخين والمواظبة على الفحوص الدورية للكشف عن السرطان، ليتحقق شعارنا صحتك أولاً.